رحل الشاعر والفنان والطبيب الجراح الدكتور سعد الصالحي بعد معاناة طويلة مع المرض الذي نهش حنجرته وأطبق على صوته في آخر لحظة قبيل وفاته. وكتب الراحل تغريدة أخيرة قبل وفاته بساعات، جاء فيها: فقدت صوتي تماما، تستطيعون سماع تنهدي وتنفسي عبر الهاتف فقط. في إشارة سريعة إلى تدهور صحته، وهو الأمر الذي استفز أصدقائه الأدباء والمثقفين والأطباء الذين لم يستطيعوا إنقاذه في تلك اللحظة الحرجة، حيث سرع القدر لخطف روحه بعدما ترك الكثير من المواقف الشجاعة والوطنية والكتابات الشعرية والسردية. سعد الصالحي خريج كلية طب الأسنان جامعة بغداد عام 79، ودرس الموسيقى في معهد الدراسات النغمية. بدأ مشواره الإبداعي موسيقيا ملحنا وكاتبا للأغاني أواسط الثمانينيات أثناء دراسته العليا بتخصص جراحة الوجه والفكين في كلية طب الأسنان جامعة بغداد، غير أن ولعه بالأدب حفزه على الانخراط في كتابة الشعر منذ بدايات التسعينيات، ووقتها فاز بالمرتبة الثانية في جائزة للشعراء الشباب ليحفزه هذا الفوز على المزيد من النشاطات الأدبية، إذ توجه لكتابة القصة القصيرة متأثرا كما قال ذات مرة بالقاص المبدع الدكتور فرج ياسين ابن مدينته تكريت. نحن خلقنا ثم تركنا كيف نكون، تلك إرادة حق قضاء محض مجنون. ألا شئنا ركن مضان للألباب، تبدو الروح تكون نزيلا غير قانون. يمضي الكل سواء العمر بغير سؤال، عمر ساد وزيد يسود يا فتون. تمسي الهامة تصبح رمة بين ركام، وهي الخلق ذئاب صحار مغور عيون. وإذا الصيحة نفخ الصور فصار نشوب، فإذا الوالد بين بنيه وليس يكون. هي ظلمات عبر يقين حق وعيد، أفلا يكفي ما أسرفنا لا تيمون. ساء المورد بئس العقل فيا لقضى، نمضي نركن تركن يا لجنون. ترد الخلق تمام الحكم ولا تفرا، فهو نعيم أو بجحيم يتوالون. أفمن آمن قبل يقين مثل جحود، فلك الفصل بحق القول إليك شؤون. أنا أخشاك لغير رضاك فأنت جلاء، أنا إن شئت أردت هباء كنت أكون. أنا إن شئت أردت هباء كنت أكون. نشر الصالحي العديد من القصص القصيرة في الصحف والمجلات العراقية، وبقيت كتاباته تتراوح بين الشعر الحديث والقصة القصيرة، وبقي اسمه يتردد بين الأوساط الأدبية مرتبطا بعلاقات متميزة وإنسانية مع الأدباء العراقيين والعرب، مثلما كانت علاقاته طيبة مع أبناء جيله الذين شكلوا ظاهرة كتابية جديدة. أصدر الشاعر مجموعته الشعرية الأولى حجارة يبوس عام 2000، ثم أصدر مجموعته الشعرية الثانية بلاغ رقم اسكت عام 2006. كانت روايته السيرية
التي أسماها قرطاس مراثي غيلان هي إنجازه الأحدث عام 2016، وهي مطولة سيرية استذكارية وصل فيها الراحل الكثير من محطات حياته، لا سيما جانبها العسكري الذي كان فيه مقاتلا وطبيبا برتبة لواء. اتكشف الكثير من المواقف المؤلمة التي كان يعاني منها الجنود الوسطاء في جبهات الحرب، وكان آخر ديوان له حمل عنوان رئيس العشرة، وهو من إصدارات قصر الثقافة والفنون في صلاح الدين، كما ترجم العديد من الأعمال الأدبية والأفلام الوثائقية، من بينها الفيلم العراقي مرثية بزيبز لمخرجه علي ريسان الذي حصد الجائزة الكبرى في مهرجان الفيلم الوثائقي الدولي السادس لحقوق الإنسان في المملكة المغربية. ساهم الراحل في دعم الحركة الإعلامية والثقافية في محافظة صلاح الدين وفي مدينته تكليف التي أحبها حيا وميتا حتى وراه ثراها لدواعي عديدة. الأول منها هو الداعي إلى إحياء الحركة الثقافية بشكل رصين وبشكل مسؤول في محافظة صلاح الدين. تم بالاتفاق العديد من الشخصيات البارزة الأدبية والثقافية ومن المبدعين في محافظة صلاح الدين إلى عقد مؤتمر تأسيسي للمحافظة الثقافية في صلاح الدين، واستطعنا بعون الله أن ننتخب هيئة إدارية وانتخاب رئيس لها وهو الأستاذ فرج ياسين القاص المبدع. هذه المحافظة الثقافية إن شاء الله ستكون قادرة على أن تكون مظلة تتسع لكل الإمكانيات الإبداعية الموجودة في المحافظة بكافة أطيافها وبكافة بقاعها الجغرافية، من الفنانين إلى الأدباء إلى التشكيليين إلى الموسيقيين إلى المؤرخين إلى الكتاب، في نية حقيقية وصادقة أن ننهض من جديد بواقع الحركة الإبداعية في محافظة صلاح الدين بشكل يتناسب مع مسؤولية النهوض لبناء عراق جديد. سعد الصالحي، عضو الهيئة الإدارية للرابطة الثقافية في صلاح الدين. كان من مؤسسي قناة صلاح الدين الفضائية ومن الداعمين لقصر الثقافة والفنون في صلاح الدين، فكان منسق الأسبوع الثقافي الذي أقامته المحافظة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2011. But you're telling me that these are very nowhere near as vivid. These are pale compared to the originals. أنا even though لكنها توازي. أنا قبل أن أعرف من صديق جمال إنه هو